ابوكم وين ان شاء الله؟ خالدك بن علي جمال. عبد الله سعد. خادم قرار خليل ولد. سيد ليث الموسوي. مجاهد. انا والله اعمال حره يعني. يعني انا موظف في جامعه الامام الكاظم. طالب جامعه بغداد كليه الطب. نرجع الى الوراء، الى النشأة الإنسانية، إلى الخليقة، إلى 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 أن نصل إلى البدن. الإنسان اللي ولد على الفطرة لا تتبدل، وإن تبدلت عليه وإن التبست عليه اللوائح. صراحة يعني إحنا نرى مصيبة واحدة من مصائب الطف يعني يقشعر لها الأبدان. كيف ما نرى مثلا شخصية الإمام أبو الفضل العباس. ذكرت قصيدة حلوة يعني فد مقطع من القصيدة يقول ما العباس عليه السلام من رفع الماي بيده، فالشاعر يقول ما قال تذكر الإمام الحسين، يقول يمتنس عضيده حتى قول الذكر. يعني الإمام العباس نكتفي بالقول وبوصفه بحامل لواء الإمام الحسين، وعادة ما يكون حامل اللواء هو من الثقات. أنا صراحة يعني هواي أنا أعوذ بالله من كلمة ثانية، يعني الإمام العباس سلام الله عليه، يعني ليلة العباس سلام الله عليه، عندنا عند بعض خدام الحسين وأغلبيتهم هي يوم العاشر، ليلة العاشر يعني بس لأن هي هو الطف كله، هو المعركة كلها الإمام العباس سلام الله عليه، لذلك يعني إحنا منطينا فد خصوصية خاصة هاي الليلة وهذا اليوم، ويعني الإمام العباس سلام الله عليه شو نسوي إحنا كلش ما نقدم قطرة بحر. يعني يعجز اللسان عن وصف الإمام العباس سلام الله عليه، لكن عندما تشاهد بدايات الإمام العباس سلام الله عليه أنه تربى في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه وأخوته الحسن والحسين وباقي أخوته سمن سارة، يعني سارة ابناء أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكيف ترى وكيف توصف هذه الشخصية عندما تراه تربى في ونشأ وترعرع في هذا البيت؟ الإمام العباس عليه السلام هذا حتى إذا قدمنا أنفسنا فداء له همين قليل، يعني إحنا إذا قدمنا أنفسنا فداء لأصغر طفل موجود في واقعات الطف همين قليل، مو الإمام العباس عليه السلام. الخصوصية غالباً ما تكون عاطفية لما تعرض له الإمام العباس في الطف. أنتم تعلمون ماذا جرى عليه من مصائب الكفين والعين وإلى آخره، لا نستطيع أن نوصفها بالكلام، يجب أن توصف بالبكاء على الحسين. الإمام الحسين سلام الله عليه له أثر كبير كذلك على نفس الإمام العباس سلام الله عليه، لما كان يناديه في جميع الأيام وفي سائر عمره يناديه بسيدي، إلا أن عندما سقط الإمام العباس سلام الله عليه على الأرض ناداه بأخي، إلا في تلك اللحظة. إذا من الناحية الكرم فهو كريم، إذا من الناحية الأخلاق فهو خلوق جدا، لم يقل للحسين أخي طوال حياته 32 عام عمره بالفضل العباس في الروايات، وفي روايات أخرى أقل من هذا أو أكثر بالفضل العباس، لم يقل للحسين أخي، كان يقول له سيدي يا ابن رسول الله، سيدي يا ابن أمير المؤمنين، مع العلم أنه هو ابن أمير المؤمنين. فلو كان الأخلاق ما أعتقد يصل إلى هذه المرحلة في قلوب المؤمنين.